الأول خلونا نسمع ردود الأفعال في الشارع البريطاني، لكن كمان بوريس جونسون نفسه قال على تويتر إحنا أول دولة قدمت الفاكسينز، إحنا أول دولة خدت الجرعة المنشطة للتطعيمات، وإحنا أول دولة خدت الإجراءات، وإحنا طول الشتاء ما قفلناش بلدنا. هو بيتكلم بطريقة الواثق، لكن الناس في بريطانيا شافوا الراجل ده اتكلم ازاي، والدليل انه من يومين لحد النهارده فيش اي دولة تجاوبت مع هذه الاقتراحات او الطرح ده. خلونا نستقبل ونرحب بالكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي اللي معانا من لندن. مساء الخير عليك. مساء الخير، اهلا وسهلا دكتورة ديان. استاذه عزه، انا لما شفت الفيديو في لاول مره تخيلت كده انه دي هزاره، او انه حد عامل الفيديو ده مركبه كنوع من الاحلام، يعني ان احنا فجاه هنصحى الصبح كده ففي حد يقول ان انتهت الكورونا من العالم، اذا هو قال عن بلده. فشفتوها ازاي، او الشارع الداخلي في بريطانيا شاف التصريحات العنيفه والقرارات العنيفه دي ازاي؟ طيب خلينا الاول نقول استاذه دينا انه رئيس الوزراء البريطاني عندما اتخذ هذه الاجراءات او هذا القرار كانت تحكمه الكثير من الدوافع السياسيه والاقتصاديه قبل اي شيء، وبالتالي هو لجأ الى هذه القرارات التي وصفت في الشارع البريطاني وفي وسائل الاعلام البريطانيه بكافه توجهاتها سواء اليساريه او اليمينيه، وصفت بأنها خطوة شعبوية، بمعنى أنه رئيس الوزراء البريطاني كان من المبكر أن يعلن هذه الخطوة. كان في شهر ديسمبر بعد أعياد الميلاد قد أعلن عن إجراءات وصفها بالخطة باء لمواجهة انتشار فيروس كورونا وخاصة المتحور أوميكرون، وكان من المفترض أن يوم 26 يناير يقوم بمراجعة هذه الخطة وأيضا يبني على أساسها وعلى أساس البيانات الرسمية العلمية والطبية ما هو سيأتي بعد يوم 26 يناير. ولكنه كان مبكرا عندما أعلن قبل 3 أيام أمام البرلمان البريطاني أنه سوف يرفع الجزء الأكبر من هذه القيود ابتداء من يوم 27 يناير، لن يكون هناك التزام بوضع أو ارتداء الكمامات، أيضا لن يوصي بالعمل في المنزل أو عن بعد، لن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول النوادي الليلية أو التجمعات الكبيرة. طبعا هذه الإجراءات قوبلت بردود فعل متباينة. الجزء الأكبر من هذه الردود، طبعا رئيس الوزراء كما قلت في البداية كانت لديه أزمة سياسية، هو كرئيس وزراء مأزوم كما يقال بسبب أزمة سياسية تعرض إليها على خلفية ما يعرف بفضيحة بارتي جيت أو حفلات فضيحة الحفلات المشروبات التي يعني لا يمل وسائل الإعلام البريطاني من الحديث عنها، والتي قيل أنه رئيس الوزراء البريطاني شهد وحضر حفلات أقيمت عام 2020 في مقر إقامته ب10 داونينج ستريت في ظل قيود الإغلاق العام التي كان فرضها في شهر أبريل من هذا العام. بس حضرتك بتقولي سنة 2020، يعني هو دي فواتير قديمة لغضب متراكم ضد بوريس جونسون؟ يعني عندما بدأت بالفعل تظهر هذه الصور وهذه يعني البيانات والدلائل التي تشير أن رئيس الوزراء البريطاني اخترق مع الموظفين العاملين معه في مقر داونينج ستريت، كانت هناك غضبة شديدة جدا من البريطانيين الذين كانوا في ذلك الوقت لا يستطيعون أن يلتقوا مع أحبائهم الذين كانوا في المستشفيات يعانون يمكن من يعني لحظات الموت بسبب فيروس كورونا. وقيل وقتها أنه رئيس الوزراء البريطاني لديه تدابير يفرضها على الشعب البريطاني، ولكن هو لديه لا يفرضها على تدابير أخرى أو قوانين أخرى لا يلتزم هو والعاملين معه في هذه اللحظة. طبعا هذه الإجراءات لجأ إليها رئيس الوزراء البريطاني لأنه أيضا يعلم أن هناك غالبية كبيرة من نواب حزب المحافظين داخل البرلمان البريطاني يتمردون هذه بالفعل ترفض هذه الإجراءات ويروا أنها تقضي على الحريات، ويروا أنها أيضا تقود من يعني عجلة الاقتصاد البريطاني الذي عانى كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب هذه القيود وتدابير الإغلاق.
طبعا رئيس الوزراء البريطاني حاول ان ينقذ شعبيته، فلجأ كما قلت في البدايه لهذه الاجراءات سريعه الخطوه بدلا من ان يعتمد على راي العلماء والاطباء في هذا الاتجاه. اذا استاذه عايزه حضرتك اجبتينا عن جزء مهم جدا من السؤال، وهو انه الاسباب او الدوافع وراء القرار اللي يبدو انه متهور في نظر كتير من العلماء حتى البريطانيين. طب وهو حاول بينقذ شعبيته، هل ده انقذ شعبيته؟ يعني هل لقى قبول عند الشارع المواطن العادي؟ مش بتكلم على السياسيين اللي هو في صراع معاهم بقاله فتره طويله. الشارع مبسوط من الاجراءات دي؟ متقبلين الفكره؟ ليس في معظمه، يعني كما تعلمين دكتورة دينا أنه لن تستطيع أن تحصلي على 100% من الموافقة على أي إجراء. بالتأكيد هناك من يرى أنه هذا الإجراء متسرع، كان من المفترض أن يأخذ هذه الخطوة بشكل تدريجي. على سبيل المثال أنه حزب العمال البريطاني المعارض زعيم حزب العمال كير ستارمر قال انه يتحفظ على هذه الخطوه، سوف يدعمها ولكن بتحفظ، وطالب رئيس الوزراء بوريس جونسون بان يقدم الادله العلميه والطبيه التي اعتمد عليها جونسون. خليني اقول لك انه رئيس الوزراء البريطاني يحاول ان يقول للغالبيه العظمى من البريطانيين انه البيانات بتظهر تراجع بنسبة 40% في عدد الإصابات الأسبوعية الجديدة، وأيضا استقرار في عدد المرضى اللي دخلوا المستشفيات، وبالتالي هو يعتمد على بعض البيانات والمعلومات. ولكن الجزء المهم جدا في هذه الإجراء أنه رئيس الوزراء البريطاني ومعه عدد من الوزراء في مقدمتهم وزير الصحة ساجد جافيد وأيضا وزير التعليم ناظم زهاوي بدأوا الحديث على أنه بريطانيا لابد أن تسابق العالم وتكون أول دولة في العالم تعلن أنه العام الحالي عام 2022 سيكون عام الخروج من الجائحة بشكل نهائي. على البريطانيين أن يتعايشوا مع فيروس كورونا ليس كجائحة وفيروس كبير كانت له أضرار كثيرة على الصحة العامة، ولكن أن يعتمدوا على أنه فيروس كورونا أصبح مرض متوطن، بمعنى أنه يتعاملوا معه كما لو كانوا يتعاملوا مع الإنفلونزا على سبيل المثال، يتعايشوا معها عشرات السنين أو فوريفر يعني على الأبد. هو يعني كتير من العلماء والأطباء حتى قالوا لنا كده، إحنا هي كورونا مش هتمشي مش هتخلص. صحيح. لكن سيتغير صحيح. أسلوب التعامل معها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دائما مداخلاتك في منتهى التنظيم والإفادة، كاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي. القصة بتاعت بوريس جونسون سواء حبينا طريقته أو ما حبيناهاش، ناس كتير قوي في العالم بيرونه متهور بشكل كبير، زي ما أستاذة عزة شاركتنا كده قطاع كبير شايف أن ده كلام مظبوط وتعقل. هو نفسه بيدافع عن نفسه على تويتر وبيقول احنا الدولة اللي سبقت في التطعيمات، احنا اللي سبقت في الجرعات التنشيطية، احنا اللي سبقت في كل الاجراءات الاحترازية، ومن حقنا اننا نكون اللي تسبق في التخلص من هذه الاجراءات الاحترازية، وهنعرف نتعامل معاه. بعض الناس يشوف ده ثقة وعلم وقدرة، لكن لسه العلماء في بريطانيا برضو في موجات غاضبة عليه.